السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمتتبعي قناة أم جبانة، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله. نطلبوا فيه واحد الوصفة اللي كتجي رائعة، واحد اللحم اللي كيجي ممتاز إن شاء الله، وكيجي بنين وكيوجد بسرعة. نتمنى تجربوا لنا الإعجاب ديالكم، تحضروه بطريقة سهلة للضيوف ديالكم ولما لا لوليداتكم إن شاء الله. ندوزو المقادير، ندوزو ان شاء الله المقادير دابا. طب ما كيتشدكش مزيان، ندوزو المقادير. عندنا 3 كيلو تاع اللحم مقطعين قطع كبار بهذا الشكل. هذا القطع تقطع على حسب الوحده، انا خليته مقطعين هنا طرف كبار. هنا 3 كيلو تاع اللحم. دابا غندوزو نجيبو شي حاجه فاش سوبر فاش غنشملو اللحم ديالنا. ندوزو نضيفو معلقة صغيرة عامرة بسكير كبير، ومعلقة صغيرة تاع إبزار، معلقة صغيرة تاع الخرقوم، واحد راس معلقة تاع القرفة الطحونة، واحد نص معلقة تاع الملح. منقوش الملح، الدغميره كتجي مالحه. عندنا كاس تاع الماء هو اللي كنطيبو فيه هاد اللحم، غنشرملو به، نخلطو به هاد الشرميله ديالنا. وعندنا بماط الخرقوم، اللي عنده زعفران زغبم الاحسن يديرو، اللي ما عندوش يقدر يستعمل هاد الطامه هادي. انا منفرش ليا غنستعمل هاد الطامه هادي. واحد نص معلقه تاع السمن، السمن الحار. هذو هما المقادير اللي غنحتاجو بساط. ندوزو نشرملو اللحم ديالنا كامل، نخلطو هاد القمة مزيان بيدينا، وغندوزو نشرملو فيها الحماد ديالنا بهذا الشكل. هذا غنجيبو هنا كركوط، وغنضيفو فيها البصلة. عندي هنا بصلة، 4 تاع البصلات كبار لي طحنتهم مولينكس طحانات، تقدر ديرو شربهم بقطع صغار. غندير النص، تقريبا واحد جوج بصلات من تحت لي كمشتو مقطعين رطاط، وغنضيفو هاد شوف هادي، وغنضيفو هاد اللحم اللي شرملنا. كيما شفتو الزيت، راه لما درت الزيت عندي كاس تاع الزيت، ولكن ما غنديروش دابا الزيت، نخلي حتى نطيب اللحم ديالي ونبغي نشحرو ديك الساعه اللي كنضيف الزيت. كيما شفتو ونضيفو البصلة اللي بقات لينا. دابا هاد الباقي تاع البصلة اللي بقات هو اللي غنضيفوه فوق اللحم. شوفو هاد الطريقة هي فوق اللحم، درنا النص تاع البصلة من تحت، والنص غنديرناه من الفوق. مكنشحرو هاد اللحم ما والو، وغنضيفو جوج عويدات تاع القرفة في الجنب. هذا هي الطريقه ديال النصيب ديالنا. عندي كما قلت لكم كاس تاع الزيت، ما غنضيفوش دابا حيت طيب اللحم ديالي، وعاد غنضيفو حتى نبغي نشحر الكوكوط. عندي في الزيت كنطيبها بدون زيت، الزيت هو اللي غيحمر لينا اللحم ديالنا. دابا بقى لينا غير نسدو الكوكوط ونديروها طيب تطيب ان شاء الله، ونرجع مع بعض بعد ما درنا اللحم ديالنا يطيب. ما كنشحروه ما والو. دابا غندوزو ان شاء الله، عندنا البرقوق
الحسب مغسول حسب أفراد العائلة، ونضيف عليه طريقة سهلة. نضيف عليه ثلاثة في الأول، ثلاثة تاع القروية تاع السكر، نضيف عليه ثلاثة عبويدة تاع القرفة، ونضيف عليه معلقة تاع القرفة طحونة. وغنضيف عليه كاس تاع الماء، ونشعلو عليه البوطون، نقصو عليه ونخليوه يتعسر في هاد الماء هذا، يتعسر ان شاء الله ونرجعو. بعد ما طبلينا اللحم هانتوما كيما شفتو، غنضيفو كاس تاع الزيت اللي ما نصبتش به حتى الاخر، عاد غنضيف كاس تاع الزيت. إذا كان عندكم زيت العود تقدروا تخلطو، عندنا غير الزيت العادي. هاد الزيت هذا هو اللي غيحمر لينا اللحم ديالنا. دابا نخليوها تزيد تشحر لينا كوكت واحد 10 دقائق ونوريكم.